تم تنصيب بالحاج غنية مديرة للمدرسة الوطنية العليا للغابات بولاية خنشلة نظرا للطابع الغابي الذي تتربع عليه الولاية من مساحة شاسعة تفوق 13,000 هكتار من القطاع النباتي والغابي. حفل التنصيب أشرف عليه والي الولاية بمعية السيد سعيداني المدير العام للدراسات ممثلا السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي. التغطية لطالب بوزيان. حفل تنصيب الأخت بالحاج غنية كمديرة للمدرسة الجديدة وهي المدرسة الوطنية العليا للغابات. كل هذه الجهود اليوم أثمرت بإنشاء هذه المدرسة العليا الوحيدة على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. نظراً للطابع الفلاحي والغابي لهذه الولاية التي تتربع على مساحة تفوق 13,000 هكتار من الغطاء النباتي والغابي، سيسمح بوضع حيز الخدمة لهذه المؤسسة التعليمية الهامة باستقبالها لأولى الدفعات خلال افتتاح الموسم الجامعي المقرر يوم 15 ديسمبر 2020. سنسعى جاهدين لضمان تكوين في مستوى عال بالتعاون الجميع. سنجعل إن شاء الله من هذه المدرسة قطب امتياز، دونك بول ديكسيلانس إن شاء الله، استجابة لتطلعات وانشغالات القطاع الاجتماعي والاقتصادي في ميدان الغابات وحماية الطبيعة والبيئة بصفة عامة.